خذ المايك، خذ الربيز، درع مكسور، ركبنا حنا الدنيا، الدرع مكسور. طيب لحظة الحاسم، حنا بنعلم فانتزي ذهبي فيكم. الطرف الثاني بيحصل على 2000 نقطة، وباعتباره فانتزي فضي كان ودي والله أطلع 6 أشخاص، ولكن على قراركم واختياركم أن يكون بس 3 أسماء نعلن من خلاله الذهبي والبرونزي والفضي. ألف مبروك في لحظة الحسم للمتسابق اللي حصل على الفانتزي الذهبي، واللي صراحة من بعد صلاة العصر اليوم إلى آخر لحظة توقف فيها الاشتراكات اللي هي الساعة 8 حقق رقم قوي جدا، واستطاع من خلاله أن يحصل على المركز الأول لهذا الأسبوع. خلوني أبارك للمتسابق اللي أبى واستكبر وأصر وعاند وحافظ على عرش هذا الفانتزي، المستشار أحمد حنيف. المبروك يا احمد، حصل على الفانتزي الذهبي لهذا اليوم. لا 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 ما يفك كذا يا الربع، اصبر اصبر. تفضل تفضل المستشار احمد، تفضل ايش حاب تقول؟ اول شيء يا الربع ابارك، اول شيء لاخوي احمد حنيف، والله انه يستاهل. وانا مني خويه وقريبه منه، انا عارف ان ابو حنيف انه قدر حقوه وراح باذن الله يحقق مركز من المراكز بهذا البرنامج العظيم، وراح يكون نجم من نجوم السوشيال ميديا اللي نفتخر فيهم ونفتخر بخواتنا. يستاهل يستاهل احمد، يستاهل يستاهل. ايضا انا ودي اسمع من سلمان بن ملحي اللي حصل على الفانتزي الفضي وحصل من خلال على 2000 نقطه. تفضل. اقول بيض الله وجيكم في كل مكان.